طبعاً أنا بدايتي مع الرياضة بشكل عام كانت يمكن بال 86 أو 87. طبعاً كنت دائماً أروح النادي ويا خالي فاضل بوفتين بحكم أنه كان مشرف كرة قدم وحكم. دائماً كل ما يروح النادي يلا إيش عندكم عقب ما نخلص الواجبات يلا تعالوا معي أنا وولده ويعني عيال خالتي، فكنا نروح النادي. طبعاً ماكو لعبة ما لفينا عليها، مرة سباحة، مرة جمباز، مرة كاراتيه، مرة كرة قدم، كل شيء، جميع الألعاب. لين آخر شيء استغرينا بلعبة التكواندو، طبعاً اللي حببنا فيها أن أول ما دخلنا الصالة كان عندنا مدرب فرج الفضل طبعاً وكابتن عامر زيد الله يذكرهم بالخير، وكنا يهال إحنا، فأول ما ندش الصالة يضحكون معانا ويتغشمرون وكذي، فخلاص قلنا هذه اللعبة اللي نبيها. واستغرينا من سنة 87 وأنا مشيت درجت يعني باللعبة هذه، لكن هما ما ظلوا يعني اللي راح سباحة اللي لعبات ثانية، أنا ظليت بلعبة التكواندو وحبيتها. طبعاً برنامجنا كان بالسابق ترجع من المدرسة الظهر إذا عندك واجبات يعني ما تاخذ نص ساعة ساعة تحلها، بس أنا لأني كنت حاب النادي وقتها فأبي أروح فأشد حيلي، لأن كان يعني إذا ما حليت الواجبات ما في نادي ما كروحه، فكنت أحل الواجبات بسرعة وأدرس، ومن تصير الساعة 4 ولا 3:30 قعدت برا ناطر الباص وأروح النادي. وحتى طبعا يعتمد على الدرجات، إذا درجات نازلة ما كان في نادي يعني عقاب هذا، فأنا كنت شاد حيل لأني حاب اللعبة. بالسابق كان سنة 87 أو 88 يعني أول ما دخلت النادي يمكن كان عمري يمكن 8 سنين، فما في بطولات للفئة هذه، فكنا نشارك في بطولات يعني داخلية بيننا بين بعض بالنادي أو ساعات بين الأندية، بس مو بطولات رسمية. لين دخلت فئة الأشبال أو تحت الأشبال بلا صح، هي كانت هذه الفئات بالسابق كانت تحت أشبال، أشبال ناشئين رجال، فأول مرحلة أنا دخلتها كانت تحت الأشبال والحمد لله يعني حققت فيها ميداليات. طبعا بالبدايه برونزيه فضيه برونزيه فضيه، يعني تمكنت يعني وبديت ميداليات الذهبيه من فئه الناشئين. طبعا بعد التدرج بالمراحل السنيه من خلال يعني مشاركاتي بنادي القادسيه، طبعا بالسابق ما في منتخبات يعني اللي هم تحت اشبال واشبال، بس فئه الناشئين وفئه الرجال او العمومي. فبسنة 97 كان في بطولة الخليج، هي تعتبر الأولى لفئة الناشئين، هذه كانت في قطر، فمدرب المنتخب كان كوري وقتها، فشاف البطولات المحلية والنتائج اللي جايب ذهب اللي جايب فضة، يعني خذونا الاتحاد وفي تصفيات داخلية تصير يعني غير النتائج اللي ناخذها في تصفيات داخلية، فالمدرب هني يرجح والله أنا أحتاج هاللاعب أنا أحتاج هاللاعب، فأخذاني معاهم بطولة ناشئين، وهذه كانت أول مشاركة لي مع المنتخب، والحمد لله قدرنا ناخذ المركز الأول يعني على مستوى المنتخبات، منتخب الكويت أخذنا المركز الأول وأنا أخذت فيها ميدالية ذهبية. طبعا بالسابق على المستوى المحلي كانت المنافسة قوية يعني بين نادي القادسية بين نادي النصر نادي العربي نادي الجهرة، أندية كثيرة يعني نادي السالمية هم كان عندهم، نادي البحري أيضا كانوا يشاركون، هذا على المستوى المحلي ونادي العربي بعد. ولكن مستوى الخليج يوم رحنا يعني كان المستوى نوعا ما إحنا فارقين يعني منتخب الكويت كان فارق، يعني حتى في البطولة هذه إحنا لعبتنا تعتمد على الأوزان، فشاركنا في البطولة هذه بثمان لاعبين، ومن هالثمان لاعبين اذكر طلعنا بست ميداليات ذهبيه للكويت، فقط ميداليتين اللي خذوها اذكر يمكن قطر والسعوديه، فكان يعني اللي كان ينافسنا نوعا ما ممكن السعوديه شوي يعني كان في تنافس، وباقي الدول يمكن كان توهم باللعبه يعني. طبعا هذا بالسابق، الحين اختلف الوضع. طبعا النظام بالسابق عندنا اللاعب اللي يلعب مرحله تحت اشبال في مجال يلعب الفئه اللي اكبر منها اللي هم الاشبال، واللي يلعب اشبال ممكن يلعب ناشئين يعني الفئه اللي اعلى. فطبعا احنا في فئه الناشئين كان يصير تنافس، ليش؟ لان كل لاعب يقول ها انا ابي العب الفئه اللي اكبر منها اللي هي فئه العمومي،
لان اذا دخلت فئه العمومي خلاص انت الحين راح تمسك لك وزن ومقعد مثل ما يقولون بالفريق الاساسي، واذا اخذت بالفريق الاساسي انت راح توصل منتخب. فيصير تنافس عندنا بالنادي، يعني مثلا درجه ان المدرب يقول مثلا بالوزن الفلاني ابي لاعبين اثنين، لا لا يصير تنافس بيني وبين هذاك، اقول له يا انا يا انت، يا انت تصعد يا انا انزل، كل واحد يبي ياخذ وزنه. فكنا الحمد لله يعني ايامنا الغطسيه كنا متسيدين يعني في فئه الناشئين، يعني الموسم يكون في بطولتين احنا كل موسم لازم يعني بين الاول والثاني ما ننزل يعني عن المركزين. أنا أول استدعاء لي لفئة الناشئين كان سنة 97 اللي هي بطولة الخليج. طبعاً يعني هو فخر كان، يعني خصوصاً إن إحنا أول مرة الواحد يمثل منتخب وأول بطولة هذه للناشئين، يعني اللي بياخذ فيها نتيجة هذه إنجاز حقه، فصراحة استأنسنا يعني. وفئة العمومي طبعاً لما تم اختياري حق المنتخب يعني نوعا ما كنت مستغرب، لان انا اساسا كنت لاهي مع الدراسه يعني بالثانويه واخر سنه، فلما تم استدعائي اذا يعني حسب ما اذكر كان في عندهم وزن ناقص او اللاعب اصيب، فقالوا لي نبيك تشارك معنا اللي في بطوله المغرب. فكان عندي فقط مده اسبوعين، قالوا لي لازم تجهز نفسك وتضبط وزنك تروح معنا. قلت يلا والحمد لله شديت حيلي وجبت الوزن المطلوب، والبطولة هذه تعتبر أول بطولة رجال كانت لي خارجية مع المنتخب، وأخذت فيها الميدالية البرونزية. طبعا بطولة المغرب لما تم استدعائي نوعا ما في تخوف، يعني لأن هذه أول بطولة رجال خارجية، يعني داخل الكويت أوكي أنا عارف اللاعب الفلاني عارف اللاعبين الموجودين، لكن هذه بطولة خارجية ونوعا ما كنت انا يعني فقط اسبوعين اني يلا اجهز نفسي واضبط وزني واروح معاهم، فنوعا ما كان في تخوف. وبس الحمد لله يوم وصلنا هناك وشفت التشجيع يعني من ربعي على المدرجات والطاقم الفني والطاقم الاداري، كلمه من هني كلمه من هني تشجيع وحماس، وهم بالنهايه الواحد يفكر ها هذه فرصه ويت لك، انت الحين راح تمثل الكويت يا تصعد العلم يا راحت عليك. فالحمد لله توفقت فيها، خصوصا المباراة يعني اللي كانت على الميدالية على المركز الثالث، يعني الحمد لله يوم أخذت برونزية بالنسبة لي وبالنسبة حق ربعي كأنها ذهبية، لأني هذه أول بطولة رجال لي أنا. فصراحة شفت تشجيع منهم ودافع يعني مو طبيعي، اللي خلاني أفكر حتى بالمستقبل، قلت لا إذا هالبطولة هذه أنا أسبوعين وأخذت ميدالية بالمستقبل أشد حيلي وإن شاء الله الميداليات اكثر. والحمد لله البطوله والميداليه هذه برونزيه في بطوله الرباط، هذه كانت حافز لي طبعا، وايضا اللاعب خالد العميري كان معنا واخذ ميداليه فضيه، واكثر بعد من لاعب والله ناسي الميداليات، بس يعني ما شاء الله من اخذت البرونزيه ما شاء الله اللاعبين كلهم تحمسوا وكل من شد حيله. وطبعا بعد هالبطوله هذه شاركت البطوله في لبنان اللي هو دوره الالعاب الاولمبيه الأولمبيات العربية بالأصح، وأيضا أخذت فيها ميدالية برونزية. وما شاء الله يعني من وراء هالبطولة هذه اللي هي بالمغرب والميداليات، يعني كل مشاركاتي برا الحمد لله أخذت فيها ميداليات، وختمتها طبعا في اللي هي الأولمبيات سيدني.